السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بدنا أن نوضح المسألة المحلولة 3-1 أربع أجسام مشحونة من القوى الكهروستاتيكية بناء على طلب أحدهم. يوضح الشكل التالي: أربعة أجسام مشحونة تقع عند زوايا مربع طول ضلعه 1.25 متر. ما مقدار واتجاه القوة الكهروستاتيكية المؤثرة في الشحنة الرابعة والناتجة عن الشحنات الثلاثة الأخرى؟ فبنجمع المركبات Fx تساوي F1-4x زائد F2-4x زائد F3-4x. شو معنات F1-4؟ يعني قوة تأثير Q1 على Q2. Q1 موجب Q2 موجب، هذه هي F1-4. Q2 تأثير على Q4 أيضا موجبة، موجب مع موجب تنافر هذا اتجاهه. هذه سنحلله إلى مركبتين، مركبة على المحور X ومركبة على المحور Y. نحن عم نحسب محصلة القوة على المحور X بتساوي لها القوة F1-4 على المحور X زائد قوة تأثير الشحنة رقم 2 على الشحنة رقم 4 على المحور X زائد قوة تأثير الشحنة 3 على الشحنة 4 على المحور X. قوة تأثير Q1 على Q4 هذه هي، وتساوي لثابت كولوم في Q1 في Q4 على مربع البعد بينهما اللي هو 1.25 متر، زائد F2-4 هذه على هذه. ناخذ المركبة على المحور X تساوي لثابت كولوم Q2 في Q4 على المسافة هذه. المسافة هذه هي وتر في هذا المثلث القائم الزاوية والمتساوي الساقين. فطول هذا عبارة عن طول الضلع في جذر الاثنين ضرب كوساين 45، لأن نحن عم نحسب مركبة هذا المتجه على المحور إكس، والزاوية هنا 45، وهذه 45، وهذه 45، وهذه 45، زائد تأثير القوة Q3 على Q4 ما لها مركبة عليها إلى مركبة على المحور واي فقط، يعني مركبة القوة Q3 على Q4 على المحور X صفر. هلا بنعوض ومنرتب ومنحسب. سلطة هذه مركبة محصلة القوى على المحور X بنفس الطريقة بالنسبة ل Y. محصلة القوى على المحور Y تساوي لمركبة القوة قوة تأثير الشحنة 1 على الشحنة 4 على المحور Y زائد F2-4 على المحور Y زائد F3-4 على المحور Y. F1-4 قوة تأثير Q1 على Q4 فقط هي على المحور X، إذا مركبتها على المحور Y صفر. F2-4 على المحور Y هي المركبة الرأسية، هي المركبة الرأسية اللي هنا، ممكن نرسمها نحن هنا مقابلة للزاوية هذه، لذلك قلنا ساين. إذن هذه تمثل المركبة هذه. سالب Q3 سالبة وQ4 موجبة بيناتهم قوة تجاذب، هذه هي المتجه الأزرق في اتجاه واي السالب، لذلك كتبنا سالب ثابت كولوم في Q3 Q4 على البعد اللي هو 1.25 متر للتربيع. منعوض ومنحسب وبتطلع بهذا الشكل، هي محصلة القوى المؤثرة على الشحنة 4 المحور واي. حتى نحسب القوة كلها بدها تساوي الجذر التربيعي Fx تربيع زائد Fy تربيع. منعوض ومنحسب. هلا هون بدنا نحسب الزاوية،
رسمنا متجه المحصلة على المحور X ومتجه المحصلة على المحور Y. بدناها هذه حسبناها. بدنا الزاوية سيتا هذه. سيتا وتساوي شفت التان المقابل اللي هو هذا على المقابل على المجاور. تان مقابل على المجاور. فبتطلع الزاوية سالب 47.66 اللي هي هذه. هذه سيتا. في رعاية الله، لا تنسونا من الدعاء.